ترفع الراية استعدادا لانطلاق مشاهدينا الاعزاء. فتحت البوابات على بركة الله في خامس اشواطيات الامسية والشوط الرئيسي الاول، تقودهم الجوزلية الى المركز الاول عبر المسار الخارجي، عبر المسار الصحيح. تبدأ مصابيح بجوارها الورقة الاولى لاسطبل سمو الامير سعود بن سلمان في المرتبة الثالثة. عجوة تتقدم مع الخيار ريان طويش عبر المسار الخارجي. تبدأ مجتاحة مع ايدي كاسترو في هذه الاثناء تراقب الصدارة، والثلاثية الاحمر قادما عبر بنت الدرعية في رابع المراكز. هنا اشاهد ايضا تقدم همائي وأيضا نصوحة الأفراس السعودية أمهات المستقبل قادمة بإذن الله تعالى، والزحف نحو كأس إمارة المنطقة الشرقية. مصابيح مصابيح مع عبد الله الراشد يعطيها الإشارة، بجوارها تبدأ الجوزلية وفي المرتبة الثالثة والرابعة. هنا عجوة وكذلك أشاهد التقدم من قبل بنت الدرعية، وهنا همايم قادمة مع عبد الله العظيم. بنت الدرعية قادمة أحد الزوايا المثلث الأحمر، همايم وبنت الدرعية. عبد الله العظيم قادما، همايم همايم بقوة إلى المركز الأول بقوة. همايم الأحمر يظهر، الأحمر يتبختر، الأحمر بقوة على خط النهاية. همايم إلى خط النهاية ابنة الفحل فرندزلي.